من الدفاع نحو الهجوم، هذه خطيرة. هنا العرضية كوب مينرز داخل المنطقة، التسديدة تأتي، فرصة الأول جاء لمصلحة هانز تيبور. 1-0 لمصلحة أتلانتا. الحل يأتي من الظهير الهولندي هانز تيبور، يأتي بالأخبار السارة لكتيبة غاسبريني. 1-0 لمصلحة أتلانتا. دائما الخطر يأتي من الجهة اليسرى، من اليسار يأتي الحل لأتلانتا. 1-0 هانز تيبور، أتلانتا يتقدم خارج الديار هنا في ستاديو كارلو كاسيلاني. لكن تصطد برافائيل تولوي. أديمولا لوكمان، خطيرة لأتلانتا، فرصة الثاني، لوكمان يحاول المرور، التسديدة تأتي. يا سلام يا سلام عليك، أديمولا لوكمان يسجل الثاني، حطها في الجول، جول لمصلحة أتلانتا. لوكمان بطريقة أكثر من رائعة يسجل ثاني الأهداف. أتلانتا يعزز من التقدم، ويا سلام على المرور والإنهاء من أديمولا لوكمان. موسم ولا أكثر من رائع للاعب النيجيري. أول